مثل قالت ان مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي قال بعد الخساره من فريق سيمبا التنزاني في بطوله افريقيا انه واثق من التاهل لدور الثمانيه برغم الخساره 1-0 من فريق سيمبا، وقال ان النادي الاهلي قدم مباراه كويسه لكن ما كانش فيه توفيق للعيبه في فرص كتير كان ممكن تغير سير المباراه، وقال كمان ان تضييع الوقت الزايد عن الحد من لعيبه سيمبا التنزاني افسدت شكل ومستوى المباراه بشكل عام.